الحريري يطالب بتدخل دولي لمنع التصعيد على الحدود مع إسرائيل. المفوضية الأوروبية تدرس توفير صندوق طوارئ لمواجهة تنفيذ بريكزيت بدون اتفاق. الصين تشكو الولايات المتحدة بشأن رسوم الواردات أمام منظمة التجارة العالمية. السادسة صباحا الرابعة بتوقيت جرينتش موجزن إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إن إسرائيل اخترقت الخطوط الحمراء وتخطت حدودها بعد التصعيد العسكري على الحدود الجنوبية. وخلال مؤتمر صحفي في بعبدة أشار الحريري إلى أن الاتصالات التي أجراها لوقف العدوان تأتي في إطار واجبه لحماية البلاد. وحول الوضع الاقتصادي أعلن الحريري التوافق على تشكيل هيئة طوارئ اقتصادية. يزور اليوم الأمين العام لجماعة الدول العربية أحمد أبو الغيط العاصمة العراقية بغداد، ومن المقرر أن يجتمع أبو الغيط مع كل من رئيس الوزراء رئيس الجمهورية عفوا برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لبحث إعادة إعمار العراق بعد القضاء على داعش والتوترات الإقليمية الراهنة. أعلن الجيش اليمني إسقاط طائرة مسيرة حوثية في مدينة حرد بمحافظة حجة، وأوضحت مصادر يمنية عسكرية أن الطائرة الحوثية المسيرة حاولت استهداف مناطق سكنية بعد أن استعادها الجيش الأسبوع الماضي من قبضة الحوثيين. أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران ستعلن عن خطوتها الثالثة لتقليص التزامها بالاتفاق النووي غدا الأربعاء. وقال ظريف في تصريحات من موسكو أنه سيبلغ الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة على أن تبدأ طهران تطبيقه يوم الجمعة المقبل. وأكد ظريف أن إيران ستلتزم بشروط الاتفاق النووي إذا نفذ الأوروبيون تعهداتهم. تدرس المفوضية الأوروبية توفير صندوق طوارئ لمواجهة الكوارث في الاتحاد الأوروبي في حال خروج بريطانيا من دون اتفاق. وجاء في المقترح الذي نشرته المفوضية أن صندوق الطوارئ سيكون بإمكانه تزويد الدول الأعضاء بالمساعدة المالية لتغطية الأعباء الثقيلة التي تتكبدها. ومن المقرر أن تجتمع المفوضية الأوروبية غدا الأربعاء لبحث سبل تخطي هذه الأزمة. تقدمت الصين بشكوى ضد الولايات المتحدة أمام منظمة التجارة العالمية فيما يتعلق برسوم الواردات الأمريكية. وقالت وزارة التجارة الصينية إن إجراءات الرسوم الأخيرة تنتهك الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الصين والولايات المتحدة خلال اجتماعهما في أوساكا، مضيفة أن الصين ستدافع عن حقوقها القانونية بما يتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية. انتهى الموجز. لمزيد من الأخبار تابعوا دوما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.